السلام عليكم. يتم حاليا صيانة باخرة طارق بن زياد اللي معروفة باخرة تاع المسافرين، تاع ركاب المسافرين اللي يعني معروفة برحلتها بين الجزائر وميناء مارسيليا، واللي راهي الآن قيد الصيانة في ميناء بجاية. لهذا الميناء اللي عاد يعرف يعني عمليات صيانة تاع بواخر بهذا الحجم، حجم كبير جدا. إذا إن شاء الله القدرات نطور القدرات نتاع الصيانة، واللي راح أكيد تمتد إلى الصيانة هذه تمتد إلى أجزاء أخرى من البواخر، من الأجزاء البسيطة إلى الأجزاء الصعبة، وإن شاء الله نطور القدرات الوطنية في صيانة والتركيب واستخلاف بعض الأجزاء تاع البواخر الضخمة في الجزائر، بتطوير يعني هذه المواقع نتاع الصيانة وكذلك المعدات نتاع الرفع وإذا والتكوين نتاع الإطارات والمهندسين في هذا الميدان. نخليكم تتابعوا الفيديو حول الصيانة تاع باخرة طارق بن زياد في ميناء موقع الصيانة بميناء بجاية، والسلام عليكم.